السلام عليكم واتساب ايفريوان، ان شاء الله تكونوا كامل بخير. مرحبا بكم في الفيديو تاع اليوم. راح نهضر على واحد المشكل راهم يعانيوا منه بزاف الجزائريين، وهذا المشكل انا عانيت منه في البدايه تاعي في العمل عبر الانترنت، لكن الان الحمد لله تهنيت منه وصوفيت بزاف الوقت على نفسي وارتحت منه. صح ارتحت. دونك الفيديو هذه واش راح نهضروا فيها؟ انا درت شرح من قبل، بون كانوا عندي بزاف لي فيديو تاع التكنولوجيا تو، ومن بعد نحيتهم وليت نحط غير زعما تاع لا فوتوغرافي تو. ما انا راني مخلطتها هكا فلاشين، هادي راح تلقاو كوتي فوتوغرافي ولي فيديو تاع حاجات هكا يا جامي شتوهم، وتلقاو حاجات تاع لا تكنولوجي. دونك راكم متتبعين زوج فلاشين هادي. قبل ما نبداو الفيديو تاعي الاولى اللي بديتها في هاد لاشين، اللي هي تاع كيفاش تعرفوا التليفون ديالكم اذا رينوفي ولا اوريجينال. هذه لا فيديو الاولى اللي درتها، لحقت 12000 فيو، وخدمتها بواحد الكاميرا صغيره شريتها 300000. كاميرا صغيره شريتها 300000. ني فيديو اديتينغ، ني انترو، والو. ومن بعد شغل هادي سيتي اون 2017، اون 2017 بديت انا صح. ومن بعد بديت نطور شويه من الحاله حتى لحقت لوين راني دوكا. مالغري كو ما نحبش ندير لكم المونتاج باسكو نطول في لا فيديو ونلقى روحي بلي شحال بروجي درتو وما كملتوش. هذا هو المشكل اللي عندي، ما على باليش الا كنت عاني من هذا المشكل قولوا نيدا غير انا ولا نتوما تانيت. دونك هذا هو البروبليم اللي راني نعاني منه حاليا، اني نبدا حاجه وما نكملهاش ونصوتي حاجه واحده اخرى. الور وليتني فيتي كاع المونتاج باش غير ندير لا فيديو ديريكتومون نحطها في يوتيوب، ما نجيبش كاع السبه. اوكي، لا فيديو اللي درتها اللي هي حكيت على كيفاش نفعلوا الباي بال مجانا بطاقه ماستر كارد. كاين ناس بزاف اللي خدموا بهاد لا ميثود ونجحت وصدقت لهم، انا خدمت بها يا مات، ومن بعد هيك نسيت كاع باي بال، نسيتو كومبليتوم، باسكو لقيت روحي بلي راني دايره بروبليم في مخي راه يخليني ما نخدم ما ندير والو، كيما نقولوا عائق كان يحبسني على كل حاجه. دونك لا كارت هادي كانت تجينيريها لو سيت ويب ويركس، هادي هي تطلعوا لابليكاسيون في التليفون. هاد لو سيت يخدم بالبيتكوين ايتو بالكريبتو كورنسي، تما لازم بيتكوين باش تقدروا تجينيريو لا كارت. انا خدمت بها شويه ومن بعد ما ساعدتنيش ما خرجتش عليا، اكتيفيت بها باي بال مي ما درت به والو في هذيك لا بيريود. سيتي جوست كو انا كنت ندير السبه لروحي بلي عندي ان بروبليم اللي راهو يخليني ما نخدمش. ومن بعد ما خدمتها درتها ووريت للناس كيفاش. سيتي اون 2016 اوت 2016 ماشي 2017، انا دخلت في الدومين اون 2016 نورمالمون، دخلت اون 2016 الى ما تما الى ما خانتنيش الذاكره. دخلت الدومين تاع الانترنت والخدمه بار انترنت ولي كارت بونكير غيتو اون 2016. اوكي كونيكسيون ثقيله كيما العاده. قبل ما بديت ما كنت راح نلونسي لا فيديو، دونك واش درت؟ فتحت كاع لي فونات هكا لي زونغلي باش لي فونات غزون. المهم بغاف باش شغل ما نقعدش نطول. المهم نخرجوا من الفيديو هذه باسكو العام الجاي باش ندخلوا فيها. المهم اللي ما راهوش مابوني فلاشان يدير ابوني ويفعل الجرس هكا يوصلوه لي فيديو جديد تاوعي. دونك ليتس جيت تو ذا كيك كيما ما نقول لكم، نروحوا ديريكتومون للكاطو. اوكي دوك نوري لكم الكاطو شنو هو. اليوم راح نوري لكم زوج طرق لتفعيل حساب الباي بال خاصه بالنسبه للجزائريين. الطريقه الاولى ولا زوج طرق قانونيه وطريقه واحده يعني حنا نديها لكم غير قانونيه. الطرق القانونيه اللي هي تكسبوا بطاقه ولا حساب بنكي. هذا الحساب بنكي يمد لكم بطاقه فيزا، لانه بطاقه ماستر كارد ما تفعلش حساب الباي بال الجزائري اونتر بارونتيز الجزائري فقط تفعيلا كليا، تفعلوا تفعيل جزئي يولي ريسيفي برك ما يوليش يبعث. دونك مام تلقاو حل. Okay, so I do have a little bit of a confession. I've kinda always wanted to be a tech YouTuber. Not really anymore since I've fallen in. ماشي وقتك يا حبيبي، ماشي وقتك. وبعدا نشوفوك وحدنا بخاطرنا. Okay، سمحوا لنا على هاد الخلل التقني.
اوكي وين كنت وين كنت وين كنت دامت اوكي فوالا الماستر كارد راح تفعل لكم الباي بال ديالكم تفعيل جزئي يعني يولي ريسيفي وما يوليش يبعث دراهم. هي الباي بال وشنو وسيط بين البنك ولا الموقع لك تعمل به اللي راح يتصرف الاموال هذيك اللي تدخل لك ولا اللي تخرج علاش باش يتفادوا عمليه السرقه ولا الاخطاء اللي تقع عند الارسال. مثال انسان يرسل دراهم عن طريق الخطا لشخص اخر الباي بال واش دير الباي بال راح تحتفظ بهذوك الاموال مده 30 يوم يبقاو اون هولد باش يوصلوا للمستفيد النهائي يدخلوا لك هنايا من انت ما عندكش كيما نقولوا بون لو مو ما لقيتوش ما عندكش القابليه انك ترسل هذوك الاموال ولا تستعملهم ولا يدخل لك في حسابك ولا بطاقتك ولا حسابك البنكي. يعني انت ما عندكش الحريه في استعمال هذوك الاموال حتى توصل مده تاع 30 يوم يبقاو اون هولد. هذا هو الباي بال وشن هي الخاصيه تاعو ويدعم اغلب المواقع اغلب شركات تستعمل الباي بال. اوكي هذا علاش الناس يحوسوا على باي بال لانه اغلب الشركات واغلب المواقع تستعمل طريقه الدفع الالكترونيه عن طريق باي بال. اوكي هذه هي الفائده تاع باي بال. الان الجزائريين علاش عندنا هذا المشكل لانه الدوله تاعنا هي اللي تخلق في هذه المشاكل خاصه اللي يعملوا عبر الانترنت راهم يديروا لنا مشاكل كبيره في استلام الدفعات تاعنا من المواقع ويخلقوا لنا مشاكل كبيره ومعيقات باش حنا المشكل هو انه حنا رانا ندخلوا لهم دراهم ماناش نخرجوا في دراهم. هذا هو المشكل انا اليومين هذا مازال ما فهمتش. يعني حنا رانا نجيبوا العمله الصعبه للجزائر ماشي رانا نخرجوها بصفه غير قانونيه رانا نخدموا والناس تدفع عنا بالاورو ولا بالدولار. يعني اليومين هذا علامه استفهام وربي يجعل خير في هذه البلاد وخلاص. المهم واش رايحين نديروا راكم تشوفوا هاد الدفعات انا باي بال ما نستعملوش بزاف الا للضروره نستعمل باي بال. اوكي واش راكم تشوفوا هنا كاين مواقع اللي انا اللي دفعت فيهم اللي دفعوا لي منهم. المهم راكم تشوفوا ناقص 019 هادو من جير باست يدعم باي بال الي اكسبريس ما يدعمش باي بال يستعمل الي باي. مثال هنايا راكم تشوفوا هادو تاع سنه 2019 هادوما. المهم 2019 راكم تشوفوا هنا استعملت واحد التطبيق واسمو اس ام اس بروفيت. انا ننصحكم تستعملوا هذا التطبيق لانكم تنصطاليوه في تليفون ويلم لي اس ام اس باسكو كاين المهم كاين واحد لي سيرفور يدوموندي دي نيميرو تليفون انت تليفونك يولي سيرفور يروسيفي لي اس ام اس تاع ناس واحد اخرين. المهم هادي ميثود ما عبيش كيش يخدموها هما مي يخلصك. المهم انت عارف بلي يخلصك تما لو مينيموم تاع لو بايمون ديالهم 2 دولار كي يلحق لو مينيموم باي اوت تاعك خرجو. انا تلحق 2 دولار نخرجهم ما باسكو هادوك واش ندير نحشي بهم كش حاجه مع لي اكسبريس ولا ندير بهم سبونسور ولا ما عباليش. المهم انسان يستعملهم يحتاجهم. دونك هاد الدراهم كيدخلوا في الباي بال كيدخلوا في الباي بال واش يترى يقعدوا اون هولد ويدخلوا لك في لاكارت فيزا ليك ماكتيفي بها الباي بال اوتوماتيكمون ماشي اذا انت حبيت ما يدخلوش اوتوماتيكمون مانيوالمون تدخل هاد الزوج يلزم تخلص لي فري اللي هما 5 دولار على شاك ترانزاكسيون مانيوال ماشي اوتوماتيك لا ترانزاكسيون تكون فري ما فيهاش الفيز بزاف في باي بال على بها ما نحبش نستعملو لانه اغلب المعاملات ديالك راح يدولك منهم بورسونتاج. دونك هكذا تتم العمليه في باي بال. الطريقه الاولى اللي تقدروا تفعلوا بها الباي بال ديالكم اللي هي الحصول نهضر دوكا على الطرق القانونيه اللي هي الحصول على بطاقه فيزا كارد. البطاقه تاع فيزا كارد اللي انا راني مفعله بها الباي بال ديالي حاليا هي بطاقه بايزيرا هو البنك الوحيد اللي راهو يقدم واحد الخدمات بورخسو هذه اولا وثانيا يمد لك اون كارت فيزا لتغنيك عن شحال من بطاقه وشحال من بنوك اخرى. تقدر دير شحال من كارطه بكونت واحد يكونوا كامل لي الكارت الاولى مي تقدر دير شحال من كارطه تخدم بها ولا كي تفواياجي ولا دير بها البوكينغ ولا تخدم بها بار انترنت تاكتيفي بها باي بال دير واش حبيت بايزيرا.
الناس اللي ما عندهمش بطاقه يتواصلوا معايا، انا نقدر نوفر لكم عنوان اللي تتواصلوا به البطاقه، على البطاقه السعر ديالها 3500 دينار جزائري توصلكم حتى لعندكم. داكور، 3500 دينار جزائري يا خوتي والو والو. لو كان تروح لاي بنك جزائري تقولوني حاب نفتح ان كونت بونكار وندير اون كارت فيزا، لو مينيموم اللي راح تدفعوا لو مينيموم 1,500,000، وما 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 ولا كارت تكون مازال ما وجدتها يعني يطولوا لك فيها، ولي ترانزاكسيون فيز تاعها بزاف غاليين، تما دوك الدراهم شاك ترانزاكسيون يدوا لك منها. دونك ديروا حسابكم بلي راكم في الخساره، ماكمش في الربح كي تفتحوا كونت بونكار في الجزائر. المهم بايزيرا تعطيك حساب بنكي وتعطيك بطاقه ديبيت كارد، اوكي انتوما تفعلوا بها حسابكم. هاي اللي كاني فعله بها حسابي، مانيش حاطه الحساب البنكي، حسابي تاع الباي بال يستقبل ويرسل الاموال عادي من نهار درتها وهو يتمشى عادي. اوكي الان ننتقلوا لحاجه واحده اخرى. الان انا قلت لكم الطريقه القانونيه الاولى اللي هي بايزيرا، الطريقه الثانيه هي انكم تحصلوا على بطاقه كاشيو. بطاقة كاشيو هي بطاقة ماستر كارد، فيرتشوال ماستر كارد، يعني بطاقة افتراضية. هذه البطاقة واش تقدروا ديروا بها؟ تقدروا ديروا عملية شراء من الانترنت، تقدروا تخدموا بها فيسبوك ادز، يعني تقوموا بعملية سبونسور للصفحات ديالكم، تقدروا تفعلوا بها الباي بال تفعيل جزئي، راني نقول تفعيل جزئي، او ممكن جدا انهم غيروا القوانين تاعهم، ممكن انها تفعل تفعيل كلي، لكن المعلومات اللي عندي انها تفعل الباي بال تفعيل جزئي. اوكي معليش كاشيو اكو تشوفوا كونيكسيون تاع الجزائر. المهم واش نزيدو نحن دوكا كملنا الطرق القانونيه، يعني تقدروا بطاقه ماستر كارد ولا بطاقه فيزا كارد. اللي عنده حساب بنكي في الجزائر يقدر يفعل الباي بال ديالو، لكن انا نتكلم خاصه على الفئه اللي ما عندهاش دراهم واللي هذا وين بدات ولقات روحها حاصله. انا ننصحكم النصيحه الاولى اللي نمدها لكم هي انكم تطموا دراهم 350,000 وتقوموا بطلب بطاقه بايزيرا. هذا هو الحل الامثل والوحيد والقانوني اللي قادرين تستعملوه، يعني ما يكونش عندكم ضرر لما تستقبلوا الاموال ديالكم من 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 المواقع اللي راكم تعملوا عليهم. اوكي نعاود نرجع لباي بال. قلت لكم بلي 30 يوم يقعدوا الاموال اون هولد باش يدخلوا لكم في الحساب. وش يصرى كي يكونوا في الباي بال اوتوماتيكمون يروحوا للبطاقه، يعني هكا راكم راكم تمولوا ولا راكم تاليمونتيو في البطاقه ديالكم او حسابكم بايزيرا عن طريق الباي بال، عن طريق المواقع اللي راكم تعملوا فيها ديزاين ولا فريلانس ولا ادسنس ولا مثال كي دي بي امازون، يعني هاد المواقع راح يدفعوا مباشره في حسابكم البنكي تاع بايزيرا ولا باي بال. اوكي الطريقه الغير قانونيه، الطريقه الغير قانونيه. اوكي الطريقه الغير قانونيه وشنو هي؟ تبدلوا الفي بي ان، راح نهضر عليها فقط، ما باسكو انا ما نستعملهاش ولا احرض على استعمالها، فقط الناس اللي راهي في البدايه وراهي تلقى انه المشكل في استلام الدفعات الماليه ديالهم من المواقع الالكترونيه. انا نقدم لكم هذه النصيحه ولا نقدم لكم هذه الطريقه باش تبداو برك، لكن ما تستعملوهاش دائما، انه ممكن يتغلق حسابكم خطا صغير، يتغلق حسابكم الباي بال والاموال تكون ما وصلتكمش وما تقدروش تستعملوها وما تقدروا ديروا بها والو. اوكي واش ديروا؟ تروحوا تبحثوا، كاين تطبيقات في بلاي ستور يعطوكم حساب ولا رقم امريكي، اوكي يعطوكم رقم امريكي افتراضي ولا افتراضي ما يكونش حقيقي، يعطوكم رقم امريكي. اوكي واش ديروا نتوما؟ كي يعطوكم الرقم هذا الامريكي تستعملوه فقط في الفيريفيكيشن، نخرجوا من حسابي ونروحوا نديروا ريجستر ونشوفوا عندكم الفي بي ان، يلزم تغيروا البلد تاعكم من الجزائر الى امريكا وتستعملوا الرقم الامريكي الافتراضي باش تفعلوا الحساب اوتوماتيكيا. ونقول لكم حاجه، علاش الجزائر تعتبر ولا غالقين علينا من كل النواحي؟ يعني والله غير عيب كبير، عبالكم باللي الباي بال الكندي ولا الامريكي ولا الانجليزي ولا يفتحوا حساب. انا كنت استعملت هذا وفكرت بلي استعملتها ومن بعد شفت بلي فيه خطوره على الحساب واموال اللي نستقبلهم قادرين يروحوا في رمشه عين، وهذاك التعب ديالي كاع يروح في باطل،
دونك ايفيتيت هذيك هاد لا ميثود اللي نوريكم فيها، لكن نتوما استعملوها كبدايه فقط ما بيت تلحقكم البطاقه تاعكم باي زيرا. مانيش نروج الباي زيرا ولا، لكن هي الحل الامثل والوحيد في الجزائر. اوكي باي بال الكندي والانجليزي والامريكي يستقبلوا الاموال بدون تفعيل حساب تاعهم، بدون ربط بطاقه ائتمانيه مع الحساب ديالهم، يستلموا المال بلا حساب بنكي ولا بطاقه ائتمانيه فيزا كارد ولا ماستر كارد، باش تشوفوا بلي حنا رانا مظلومين بزاف عالم عالم الالكترونيات وعالم العمل عبر الانترنت، رانا مظلومين بزاف. هما يستقبلوا عادي بلا 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 كارطة بلا والو، دونك يديروا برك النيميرو تليفون ديالهم لادريس و سي بون. يعني وين يحطوا الايميل تاعهم تاع الباي بال يدخلوا لهم دراهم نورمال عادي جدا. اوكي واش نروحوا نديروا؟ تحطوا الايميل ديالكم هنا في الموبايل نمبر، ديروا الحساب الافتراضي اللي جبتوه الامريكي، تحطوا الفيرست نيم لاست نيم باسورد وتضغطوا على نكست. هنا ندير رقم الهاتف ديالي. اوكي مانيش حابه نجرب لانه ما عنديش الابليكيشن، لازم تيليشارجي لابليكاسيون في الهاتف ونبارطاجيها معكم. اوكي دونك نحط لكم اسم التطبيق باسكو راهو عندي التطبيق اللي يمد لكم الرقم الامريكي الافتراضي، نحطه لكم في صندوق الوصف. هذه هي الطريقه، ما تنسوش برك تبدلوا الفي بي ان، طلعوا اكستنشن من جوجل اللي تبدل لكم الفي بي ان، ديروه امريكا ولا تقدروا ديروها الطريقه بالهاتف. اذا عندكم تطبيقات تجيكم سهله بالهاتف استعملوا الهاتف من الاحسن، عادي الجيميل ديالكم ولا الايميل ديالكم باسورد نكس نكس. السلام عليكم، عندكم باي بال اكتيفي 100%. ونصيحه واحده اخرى، كاين الناس راهم يقولوا لي بلي باي زيرا ماهيش تاكتيفي الباي بال، ما نقدرش نقول لكم ايه ولا لا باسكو انا راني ماكتيفيا الباي بال ديالي ببطاقه باي زيرا، دونك ما نقدرش نكذب واش انا راني كخبره ولا كواقع عندي. سيرمون عندكم غلطه، عندكم يا عندكم غلطه نتوما ما على باليش، والله ما على باليش. اذا كاين انسان راهو الحساب تاعو داير له بطاقه باي زيرا وماهوش مفعل يراسلني، يقدر يكون مشكل مع المرسل ديالكم ماشي في البطاقه ولا ماشي في حساب الباي بال. انا قلت لكم حساب الباي بال الجزائري، نعاودها الجزائري، يفعل تفعيل كلي ببطاقه فيزا كارد فيزا كارد، اما ماستر كارد تفعل الباي بال الجزائري تفعيل جزئي. هذه في كيما نقولوا في السنوات السابقه، الان نورمالمون راهي تمشى بنفس القوانين، الله اعلم اذا تغيرت ولات ماستر كارد تاكتيفيه كلي، الله اعلم. انا على حسب معلوماتي وعلى حسب خبرتي الماستر كارد تفعل الباي بال تفعيل جزئي. شكرا لكم، اللي ماهوش مابوني فلاش هاند ديالي يابوني، تلاقاو في فيديو واحد اخرى ان شاء الله. خلوا لي تعاليق ديالكم باش نعرف التساؤلات ديالكم ولا المعلومات اللي مديتهم لكم استعملتوهم من ديجا والنتائج بانت ولا ما بانتش، والناس اللي راهي خدامه ربي يعاونها ان شاء الله. واذا عندكم اي معلومات ولا اقتراحات الفيديوهات الجايه ماذا بيا تحطوهم لي في الديسكريبشن ولا في الكومنت ماشي الديسكريبشن. Thank you guys. السلام عليكم، تهلاو في رواحتكم. Peace.